احنا معانا عبر سكايب الدكتور طارق العبد، الطبيب السوري المتخصص في الامراض السريه والسرطانيه. بنرحب بيك يا دكتور، اهلا بيك. مساء الخير. مساء الخير، وطبعا قلوبنا مع حضرتك ومع كل الشعب السوري ومع العاملين في القطاع الصحي. لو هبدأ مع حضرتك، لو تقول لنا ما حجم وخطوط يعني ما هو حجم انتشار الوباء إلى هذه اللحظة؟ هلا استنادا إلى آخر تحديث للوضع الوبائي، الصحة كان تقريبا عندهم 40 حالة وفاة وحوالي أكثر من 320 أو أكثر من هيك شوي هي حالات الإصابة، وهي موزعة على عدة مدن في سوريا، غالبيتها كانت في محافظة حلب، ولكن أيضا كان في الحسكة في الشمال الشرقي، في اللاذقية، في حما، في دمشق. كان ملفت أن عدد من حالات الوفاة كان السبب هو التأخر في المشورة الطبية أو أنهم هم أصحاب أمراض مزمنة. طبعا هذا العدد ربما هو مرشح للزياده اكثر واكثر. الكوليرا مرض يعتبر خطير جدا، يحمل حالات وفاه عاليه. الكوليرا ايضا ان يؤدي بحياه حتى شخص سليم لا يعاني من اي امراض تصيب بالكوليرا، اذا تاخر عن العلاج وتاخر عن الاستجابه فقد تحدث الوفاه خلال ساعات وليس ايام، وهي اكمل الصوره بهذا المرض. طب ليه الخطورة وصلت لهذه الدرجة مع أن الكوليرا يعني وباء ظهر في كثير من دول العالم ويمكن احتوائه، لكن إيه اللي بيزيد من خطورة الأوضاع؟ هلا أولا هو موضوع يعني الكوليرا بالأساس ينتقل عن طريق المياه من دول الوطن. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك جفاف تتعرض له عدد كبير من المناطق السورية، وبالتالي هناك مستنقعات بقيت على حالها او تلوثت او تعرضت للتلوث بطريقه او باخرى. لا اتحدث عن محافظه معينه ولا اتحدث عن عدد كبير من المحافظات، ولكن يعني دعنا نقول ان الشريان الاساسي الذي يغذي المياه في سوريا هو نهر الفرات، لان الفرات تعرض لجفاف في الفتره الماضيه. هذا الامر انعكس على انه ايضا عمليه ري المحاصيل، ري المزروعات، كل هذه الامور تاثرت في الفتره الماضيه. ايضا هناك نقطه مهمه شخصيا انا لفتتني عن طريق بيان وزاره الصحه السوريه، ان بدء الاصابات لم يكن من سوريا انما كان من العراق. يعني نقلا عن بيان وزاره الصحه السوريه، الاصابات بدات في محافظه سليمانيه في شمال العراق، وهي انتقلت بشكل تدريجي عن طريق نقل تنقل الافراد او الاشخاص الى اهلهم. بالتالي انت تتحدث عن نقل عن العدوى عن طريق المياه الملوثه، ليس فقط تناول المحاصيل او المواد او الخضروات الاخص الخضروات الورقيه اللي هي مسؤوله بمواد بمياه غير مدفئه، حتى لو شخص مثلا كان يغسل يديه او تعرضت يديه بهذه المياه الملوثه ولم يجففها ولم يقم بغسلها في الماء، انتقلت بيد شخص اخر تناول اي ماده عامه اخرى، اذا هو معرض للاصابه. لذلك ما قلت لحضرتك في السؤال كان صحيح، انه نعم الكوليرا في المراحل الماضيه تراجعت الى حد كبير جدا، حتى لم تسجل اصابات عاليه فيها في سوريا، ولكن في هذه الاشهر لا، احنا رجعنا عن مشهد اعداد كبيره من الاصابات في مختلف المناطق السوريه. نعم. طيب فيما يتعلق بالجهود الدولية، لو حضرتك عندك اطلاع على ما يجري في الداخل السوري من محاولات احتواء، خاصة أن النظام السوري بيعترف أيضا بانتشار الوباء، وتحذيرات أيضا أممية ومن كتير من ومنظمة الصحة العالمية وغيره، إيه الجهود اللي بتجري الآن لمحاولة احتواء الموضوع على الأرض؟ بحسب البيان ايضا اللي ذكرته اليوم وزاره الصحه، وجزء منه ايضا انا تواصلت مع زملاء لاطباء في عده مستشفيات، هناك اليوم اقسام مخصصه للعزل بحيث انه يكون اي اشتباه باعراض الكوليرا تبدا من حالات الاسهال الشديد، حالات الاحياء او شخص مشتبه انه كان يتعرض لمياه ملوثه يتم عزله بشكل كامل. في تعليمات كانت واضحه في مختلف المحال والمطاعم في دمشق والمدن السوريه بمنع بيع الخضار الورقيه، لان هناك ربما ما نعرف كيفيه غسلها او تعقيمها بشكل واضح، كان في تكثيف هائل لحملات اعلاميه تشرح كيفيه تعقيم الخضار، تعقيم الفواكه، اهميه غسل الايدي في هذا الموضوع، حتى هناك تعميم وتشديد على المدارس بعدم
بيع اي اطعمه مكشوفه او تاخذ من مصادر المياه، حتى الباعه المتجولين في محيط هي المدارس يتم ابعادهم قدر المستطاع من التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات. الحقيقه الموضوع لا يتعلق فقط بوزاره الصحه، هناك قطاعات مختلفه يجب ان تتضافر، القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الاهلي. هذا امر يذكر حتى قبل عامين استجابه لجائحه كوفيد 19. لا يكفي ان تستجيب شخص اخر واحد، هناك عده اطراف تتكافل مع بعضها، الحكومه، المنظمات الاهليه، المنظمات الدوليه، القطاع الخاص، كل يجب ان يتكامل. هذا الموضوع اعتقد اليوم نفس وقت ملموسه وجاده جدا بهذا الموضوع، ايضا مع موضوع تشديد اجراءات العزل، اجراءات الوقايه. لا اقول لك ان نحن اليوم نعيش اجواء كورونا، ولكن اقول لك ان هناك احتياطات عاليه بهذا الموضوع. جميل جدا. طيب ده فيما يتعلق ايضا بالمضاعفات وغيره، لكن في راي حضرتك كيف يمكن يعني تقويض الامر سواء في المخيمات او في الداخل السوري؟ يعني لو حضرتك بتودي نداء واستغاثه، ازاي ممكن نقدر نحتوي الموضوع بشكل سريع، وما اللي يمكن تقديمه حتى على المستوى العربي؟ اولا البقايا الاساسيه تبدا من المجتمعات نفسها، من المهم جدا ان التركيز على موضوع غسل الايادي، غسل الايادي لمده جيده جدا تتجاوز ال 20 ل 30 ثانيه قبل وبعد اي عمليه، اي ممارسه، اي اجراء يتم العمل عليه، تناول الطعام، استرشاق الاسنان، اي شيء الى اخره. اثنين، التاكيد على الحفاظ على مياه، مصادر مياه نظيفه، حتى الثلج اذا كان يتم تبريد هذه المياه واستعمالها للثلج، هذا الموضوع لا يجب استعماله. ما قدرنا ان نامن مصادر مياه نظيفه 100% يتم ملي هذه المياه، وهي على الاقل يعني ما تكون يعني اضعف الايمان ممكن ينعمل عليها. الخضار والفواكه لا يتم يعني مباشره بدون غسيل، مهم غسيلها، مهم تعقيمها. الخضار الورقيه مهم انه تتعقم بمواد مثل البرمنجنات او حتى الملح والخل، هي مواد كافيه للتعقيم. كل هذه الاجراءات يجب ان تحكم. من المهم ايضا ان المجتمع او الشارع بشكل عام يعرف ان ما هي الاعراض الاساسيه لمرض الكوليرا، يعرف انه شكل الاسهال، هذا الاسهال يختلف عن اسهال في امراض اخرى. القوام، اللون، يسمى بالمصطلح السوري هو ميت الرزق، يعني الاسهال بيكون مائي بلون ابيض حليبي، وهذا مميز، واذا لم يتم التدبير خلال ساعات ففعلا تحدث الوفاه. ماذا اقصد بكلمه التدبير؟ يعني اعطاء فورا تعويض محاليل سماويه تضم الشوارد، الاملاح المعدنيه، المعادن او حاجات مثل هيك. ما قدرنا نوصل لها يتم الوصول الى اقرب نقطه طبيه او مستشفى، يتم اجراء كامله او تعليق السوائل الوريديه وتعويض هذه السوائل الوريديه، وثم اضافه الحاجه اليوميه من السوائل. فعليا هذه هي النقاط الاساسيه، يعني لا يوجد دواء نوعي للكوليرا. نحن نتحدث عن علاج اعراض، سيطرنا على هذه الاعراض لانه الجرثومه تبقى في الامعاء وتطرح اجلك الله في الخروج بعد حوالي تقريبا 7 الى 10 ايام، وبالتالي نحن نحمل قابليه عاليه للعدوى بهذه النقطه. احنا الحقيقة طبعا يعني دعوتنا مع حضرتك ومع كل الشعب السوري ان تمر هذه الأزمة على خير، وطبعا كمان بندعو كل المنظمات الدولية والإنسانية في المحيط العربي والمحيط العالمي لمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة، لأنه معدلات الإصابة أصبحت سريعة وكبيرة للغاية وفق تصريحات الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية. والشعب السوري مش ناقص يعني نحن نزيد معاناته أكثر من المعاناة الكبيرة اللي بيواجهها طبعا بسبب ويلات الحرب والتشريد وغيره.